الحلقة في حلب، وليد هنايا معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية. مساء الخير وليد، وآخر التطورات. نعم، حياك الله رانيا. التطورات هي متسارعة صراحة باتجاه الأحياء الشرقية من مدينة حلب، وعلى ما أظن بأن هذا اليوم هو الأخير بالنسبة للمهلة التي أعطت من قبل قيادة غرفة العمليات العسكرية في مدينة حلب باتجاه المسلحين المتواجدين داخل الأحياء الشرقية. وكما وعدت الحكومة بأن هنالك 9 محاور متواجدة فيها نخبة قوات الجيش العربي السوري، هي موجهة باتجاه الأحياء الشرقية، وعبر خططها هي تسعى لعزل المناطق الشرقية ناريا، ومن ثم دخول قوات المشاة وفصل فيما أوصال المسلحين داخل الأحياء الشرقية. وهنا نتحدث بأن الجيش العربي السوري عندما أعطى كلمته فأنه وعد عند دخول السيطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية من مدينة حلب، وبعد إكمال الطوق على المسلحين من هذا الاتجاه وتأمين الأجزاء الغربية بشكل أكبر، بات الجيش يعمل لتوسيع نطاق السيطرة عبر المحور الغربي في عمق الفصائل الإرهابية المسلحة وإرهابيو جيش الفتح. هنا نتحدث بأن الجيش العربي السوري يعمل عبر راجمته وسلاح الجو باستهداف معاقل الإرهابيين على طول المحور الممتد من الراشدين الأولى والراشدين الثانية، البحوث العلمية، امتدادا إلى المنصورة وخان العسل وسوق الجبس، وأيضا منطقة الراشدين الرابعة والراشدين الخامسة. طول هذا المحور هو نسق واحد موحد ممتد من الغرب حتى الجنوب الغرب. الجيش العربي السوري عندما يعمل في الوصول إلى هذه النقاط التي ذكرتها يكون قد أمن مدينة حلب عبر الجهة الجنوبية والغربية بشكل أكبر، وأيضا مما يتيح لقوات الجيش التقدم باتجاه الريف الجنوبي والغربي من مدينة حلب. هنا نتحدث ما بعد خان العسل باتجاه كفر ناها وامتدادا إلى مدرسة الشرطة وعدد من القرى غربي مدينة حلب، منها أيضا أورم الكبرى وأورم الصغرى وعدد من القرى الأخرى. هذه القرى التي واصلة حتى مدينة أعزاز، ومنها أيضا إلى ريف إدلب الشمالي، هذا المحور المرتبط والذي يعني تستخدم المجموعات الإرهابية المسلحة تعزيزاتها من خلاله، ولكن سلاح الجو ينفذ ضرباته المركزة ويكبدهم خسائر في العتاد والأرواح. بالعودة إلى الأحياء الشرقية، اليوم كان هنالك تواجد للحكومة السورية على المعابر باتجاه الأحياء الشرقية، هذا قد يتخذ على خلفية المهلة التي أعطتها الحكومة لإخراج المسلحين والمدنيين، أيضا وقع تجهيزات اللوجستية، ولكن بطبيعة الحال رانيا كل ذلك لم يجدي بأن نفع، كونه لاقى العكس تماما عبر استهداف معبر بستان القصر بالقذائف الصاروخية. أيضا لن يكون هنالك أي إشارة من قبل المسلحين داخل الأجزاء الشرقية، وعلى خلفية ذلك وبعد أعطاء نظام التهدئة للمرة الثالثة خلال الشهر الماضي، وهذا الشهر هنا نتحدث فقط رانيا بأن العمليات هي سيدة الموقف، والجيش العربي السوري اتخذ كافة تجهيزاته وقواته، ذكرت لك قوات النخبة الموجهة مع كافة الوسائط النارية باتجاه الأحياء الشرقية. وعندما تتخذ الحكومة هذا القرار هي تتخذ قرار تأمين مدينة حلب بشكل كامل، لا سيما بأن إكمال الطوق سوف يأتي كمرحلة ثانية من الجهة الشمالية، ظهرت عبد ربه الاستراتيجية ما أن هي تبعد عن طريق الكاستيلو حوالي 700 متر، هنا نتحدث عن مسافة حوالي 1 كيلو رانيا، عندما نتحدث عن هذه المسافة فأنها لا تجد صعوبة بالتقدم باتجاه الظهرة من قبل الجيش العربي السوري، ومنها نسيطر ناريا طول المحور الممتد من كفر حمراء باتجاه مصانع اليرمون والأجزاء المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين في منطقة جمعية الزهراء. وهنا لابد أن نذكر بأن أكثر من 20 فصيلا مسلحا يحاربون تحت ما يسمى جيش الفتح، منهم القوقاز ومنهم حزب الإيغور التركستاني ومنهم عدد من الانغماسيين، كانوا قد هجموا في وقت سابق عبر المحور الغربي وفشل مخططهم الانغماسي عبر التصدي الكبير من قبل بطولات وصمود أفضل الجيش العربي السوري. نعم عظيم وليد، عندما نتحدث عن هذا التحرك العسكري وبالتالي نتوقع أن تشهد منطقة حلب الشرقية اليوم عمليات عسكرية بعد انتهاء هذه المهلة تحديدا، نعتبر بأن الحكومة الروسية ستأخذ القرار في ليلة هذا اليوم لبدء العمليات العسكرية هناك؟
نعم راني، قد يكون ذلك. انا اتحدث فقط عن المهله التي اعطت يوم مساء امس عبر الرسائل التي وجهت عبر الحكومة السورية باتجاه المدنيين بالأحياء الشرقية. المهلة هي 24 ساعة، تنتهي مساء لربما هذا اليوم، أي من بعد انتهاء المهلة يكون هنالك عملية عسكرية كبيرة كما ذكرت من خلالها الحكومة السورية وغرفة العمليات العسكرية في هذه المدينة بأن الجيش مجهز عدة اتجاهات قد تفاجئ أهالي مدينة حلب بالأجزاء الغربية الأمنة. الأصوات والأماكن التي قد تدخل من خلالها قوات النخبة في الجيش العربي السوري، وهنا لابد أن نذكر أيضا رانيا بأن الجيش عند دخوله الأجزاء الشرقية من مدينة حلب هو يميز تماما بين معاقل الإرهابيين والمدنيين المتواجدين داخل تلك الأحياء، ولديه الإحداثيات التامة باستهداف معاقل الإرهابيين في الأحياء الشرقية. رانيا، فيما يخص موضوع استهداف المدنيين يستمر بما يخص المدنيين تحديدا. اليوم قذائف الهاون لم تهدأ حتى على مدينة حلب، اليوم كان هناك استهداف أيضا لمنطقة النيرب، نتحدث عن هذا الموضوع لو سمحت. نعم، اليوم هو ككل يوم صراحة الرانيا، يوم أمس كان هنالك تساقط قذائف تحتوي غازات سامة باتجاه منطقة كرم الطراب شمال غرب مطار حلب الدولي. هنا نتحدث عن تصعيد إرهابي جديد يأتي من قبل أسلحة غير مشروعة باتجاه استهداف النقاط العسكرية والمدنية في مدينة حلب. هنالك أكثر من 30 إصابة، حالة استنشاق يوم أمس على خلفية الاستهداف بالقذائف التي تحتوي غازات سامة، واليوم كان هنالك تساقط لقذائف صاروخية باتجاه محيط القصر البلدي وامتدادا أيضا إلى منطقة العظمية وعدد من المناطق الأخرى. هي بطبيعتها في وقت سابق لن تشهد تساقط للقذائف، ولكن بعد تطوير الفصائل الإرهابية المسلحة أسلحتهم واستهداف المناطق الأمنة بالصواريخ الإجراد، هنا نتحدث بأن هذه الصواريخ بعيدة المدى وتستهدف الأحياء الآمنة. هنالك اليوم كان أضرار مادية في المكان نتيجة استهداف منطقة العظمية، وأيضا ناتج هذا الاستهداف عن عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، والجيش العربي السوري بدوره يرد مباشرة على معاقل الإرهابيين ومرابط الهاون وراجمات الصواريخ التي تقصف الأحياء الآمنة باتجاه نقاطهم محيط البحوث العلمية وفي الراشدين الأولى والراشدين الثانية غربي مدينة حلب. وهنا عندما نتحدث بأن الجيش يسعى بشكل أكبر بتوسيع نطاق السيطرة، هو يسعى بشكل أكبر هنا بتأمين المدنيين داخل مدينة حلب وإبعاد الخطورة عنهم عبر القذائف الصاروخية وصواريخ الإجراد التي تستهدف الأحياء الآمنة. رانيا، طيب أشكرك حتى هذه الساعة وليد هنايا مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من حلب، شكرا.